مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. وتحت شعار لم الشمل انتهت الأربعاء الماضي أشغال القمة العربية في دورتها 31 والتي احتضنتها الجزائر خلال يومي الفاتح والثاني من نوفمبر الماضيين، وقد شهدت هذه القمة نجاحا باهرا وتوافقا عربيا على جميع الملفات والقضايا التي تم طرحها ومناقشتها. هاشتاغ لم الشمل وأيضا هاشتاغ القمة العربية بالجزائر صنعا الحدث وتصدرا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته الرسمية: شاركت اليوم في اجتماعات القمة العربية في الجزائر، جزائر المليون ونصف المليون شهيد والشعب الأبي الشجاع. مواقفنا في الخمسين عاما الماضية ثابتة في دعم القضايا العربية وستبقى، وتعزيز عملنا العربي المشترك سيبقى هدف رئيسي في سياستنا الخارجية. وكتب أيضا الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر على حسابه الرسمي بتويتر: أهنئ أخي الرئيس السيد عبد المجيد تبون على نجاح القمة العربية 31، وأشكر أشقائنا في الجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة، متمنيا أن تدفع مخرجات القمة العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب تلبي طموحات شعوبنا العربية في التنمية والازدهار وتدعم الأمن والسلام في المنطقة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رائد ناجي المحلل السياسي. مرحبا بك معنا الدكتور في برنامج مدونون. مرحبا بكم أخي محمد. دكتور رائد ناجي، رمزية الزمان والمكان لهذه الدورة، فأن تنعقد القمة في الفاتح من نوفمبر، هذا تاريخ المجيد وبأرض الجزائر أرض الشهداء، هل كان لهذا تأثير كبير ساهم في نجاحها؟ طبعا هو لابد أن نشير إلى رمزية أولا الزمان في هذا الموضوع، وهو موضوع أول نوفمبر. طبعا أنا لي قراءة في الرمزية في ثلاث نقاط. النقطة الأولى وأنه الأشقاء العرب ساعدوا في الثورة الجزائرية أنذاك منذ اندلاع الثورة الجزائرية، وكان إسناد عربي في هذا الموضوع. صحيح. وفيما بعد يعني لما احتفلت الجزائر باستقلالها اليوم واحتفل العرب أنذاك في نجاح هذه الثورة. اليوم الجزائر تجمع الأشقاء العرب ليحتفل معها في غرة هذا الفاتح من نوفمبر. هذا أول رمزية. الرمزية الثانية طبعا هي بما أنه هذا الثورة هي ثورة عالمية بمعايير وبكل المقاييس، فإذا هي ثورة ملهمة وثورة أعتقد لن يتنكر لها أي عربي ولا أحد من الأشقاء العرب، كون أيضا هم أيضا كانوا من الإسناد لها. بالتالي إنه هذا ساعد على الحضور الجميع، يعني حاضرة على حضور عربي مميز لأنه أول نوفمبر، فبالتالي يعني من المستحيل أن يتراجع الزعماء العرب، يعني ولو مهما بلغ حجم التمثيل أو من يمثل هذه الدولة أن يتراجع أو من ألا يأتي للجزائر في هذه الرمزية المشرفة والكريمة. النقطة الثالثة بتقديري أن الجزائر اختارت أول نوفمبر هو شهر الثورة وشهر الانعتاق والوقوف ضد الظلم والاستبداد، وعالم لا يقبل يعني وثورة لا تقبل أن تكون تحت لواء هذا أو لواء هذا أو تحت نير احتلال ظالم أو غير ذلك، يعني كأنه انعتاق، يعني تمثل رمزية نوفمبر بما تمثله مبادئ نوفمبر من انعتاق للحرية ورفض للتدخل الأجنبي ورفض مهما كانت هذه الدول مهما كانت قوية أو عاتية، لكن الإرادة الشعبية تبقى أقوى، وكأنه هذا أحد الرمزيات التي أشارت إليها نوفمبر، فكانها دعوة لكل العرب للتمسك بالروح النوفمبرية، بمعنى آخر تغيير البوصلة العربية وحتى النفس والروح العربية في التعامل مع المستجدات الدولية بنفس النوفمبري. طبعا أنا هذا بتقديري هذه هي الرمزيات، أهم الرمزيات التي رصدتها في هذا الموضوع. جميل جدا دكتور. البعض ربما راهن على فشل هذه القمة قبل انعقادها، وقيل أن الجزائر لن تتمكن من لم شمل العرب، ثم بعد ذلك شاهدنا توافق
على جميع الملفات التي ستطرح في القمة، ثم بعد ذلك شاهدنا توافق وإجماع من جميع القادة العرب على الملفات والقضايا. هل يمكن القول أن الجزائر تمكنت من تجديد لم الشمل؟ تطاعب حرب الشائعات أخي محمد، يعني خاصة أن المخابر الغربية والدول الكبرى التي هي مصالح في المنطقة العربية دائما ما تعمل على خلق محاولة الزعزعة عن طريق حرب الإشاعة وحرب الصورة وحرب الإعلام، بالتالي هي أصوات ضعيفة لم يسمع لها ولم يلقى لها أي بال، بل العكس تماما، كانت المؤشرات إيجابية لنجاح القمة الجزائرية، وهذه تبدأ أولا باختيار الفاتح من نوفمبر، يعني فبالتالي رمزية تاريخية كبيرة جدا للجزائر، والكل يعني كما ذكرت لك يعني الكل يشيد بهذه الثورة، فبالتالي من المستحيل أن لا يأتي أحد أن يحتفل أو يأبى أن يحتفل في داخل الجزائر. ثم بالمشاورات، هذه جت النقطة المهمة جدا، هي المشاورات التي أجرتها الجزائر مع كل الأطراف العربية، إذا كان هناك تشاور مسبق، ولما نقول تشاور هو تحميل للمسؤولية، وأيضا يعني هو إشراك وحوار، يعني بمعنى آخر هو إشراك وهو حوار، وهذه الأرضية التي كانت القمم العربية السابقة بحاجة إليها، تلك الأرضية المشتركة من الحوار والتفاهمات القبلية، ثم فيما بعد يأتي إنعقاد المندوبين، ثم رؤساء أو عفوا وزراء الخارجية العرب، وتمت كل هذه التوافقات على هذه على جدول أعمال القمة قبيل إنعقادها، وبالتالي أثيرت كل النقاط، وبالتالي انطلقت الجزائر من مقاربة جميلة جدا، هي مقاربة أن نعمل على ما هو موجود وأن نجنب أو على الأقل نضع ونحيد الخلافات إلى جانب، نعمل بما هو مشترك ونحيد الفرص وما جاء في القمم السابقة، ولهذا رأينا حتى بيان القمة جاء في تحيين الفرص والعمل عما جاء، يعني حتى ثمن ما جاء في القمم السابقة، يعني هي لا تريد أن الجزائر أن تذهب إلى طرح حلول جذرية وجديدة ويبدأ النقاش وتبدأ الاختلاف، لا، نحيل ما بين أيدينا ثم ننتقل إلى خطط أخرى، هو التعديل والتغيير وفي غير ذلك. فبالتالي إذن المشاورة من أول كانت، إذن النجاح كان واضح من البداية لما هيئات الجزائر من أرضية صلبة وتشاورات وحوار. النقطة الأخرى يعني من نقاط القوة هي نقاط الموضوع، العمل على الموضوع الفلسطيني باعتبار قضية الفلسطينية قضية رمزية جامعة للعرب، وأيضا كان فيها خلاف يعني على بعض الملفات الفلسطينية أو ربما الفصائل الفلسطينية وغير ذلك من استقطابات في المنطقة العربية أو الإقليمية، ربما هذه كانت في النقاط الخلافية، إنما لم يكن خلاف على مركزية القضية الفلسطينية وأن القدس عاصمة فلسطين، لم يكن على هذه الثوابت، لم يكن في خلاف، فقط هو الخلاف خلاف ربما القضية الفلسطينية دكتور كانت الملف الأبرز في القمة. هل يمكن أن نقول أن الجزائر استطاعت إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة العربية لتصبح مجددا أولوية عند العرب؟ طبعا بكل تأكيد، يعني الفلسطين يعني فقدت في 20 سنة الماضية الحاضنة العربية، أو بل أنا أقول 30 سنة للوراء، يعني منذ حرب الخليج وهناك ضعف الترابط العربي الفلسطيني طبعا لأسباب، يعني لا نريد أن نعكر لا نعكر فرحة ما حققته الجزائر اليوم ولا هذه النظرة التفاؤلية، يعني نقول ما هي الأسباب التي دعت إلى التراجع في 91 مع بعض الأنظمة العربية، إنما نقول بأنه ربما يعني سقوط الاتحاد السوفيتي وتمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون قطبا واحدا وقد لعبت على تغيير المنطقة ومحاولة تقسيم المنطقة وتفتيت المنطقة العربية، وكانت طبعا فلسطين جزء من هذه المنطقة العربية التي كان يراد لها أكثر وأدى نتيجة للمخططات الأمريكية الرامية لدعم الاحتلال الصهيوني في هذا الموضوع، وثم جاء فيما بعد الربيع العربي وكما قال كوندليزا رايس الفوضى الخلاقة لخلق أو زعزعة البنى التحتية للوطن العربي وتقسيم حتى الأطر الاجتماعية في داخل الوطن العربي، ثم جاءت الكورونا، ما بعد الكورونا كان دائما يلعب هذا الموضوع، فكل هذه معطيات حقيقة وصراعات إقليمية ودولية، كل هذه منحنيات أثرت على القضية الفلسطينية وجعلت القضية الفلسطينية ثانوية بالنسبة لكثير من الدول العربية للأسف الشديد، لكن اليوم نرى أن تعاد طرح القضية الفلسطينية
من جديد على أساس تشاور من طرف الجزائر مع الأشقاء العرب ومع الأطراف العربية، وهو ما تم التوافق عليه. ثم في مجلس يعني المجلس الذي عقد من طرف وزراء الخارجية العرب كان هناك أيضا توافق، واليوم رأينا الكلمات لكل القادة العرب كانت دائما كلها تشير على إلى ما حققت الجزائر من توافق ومصالحة فلسطينية وإعادة القضية الفلسطينية إلى الحاضنة العربية أولا. هذا مهم جدا بعد انكفاء الحاضنة العربية وتأخر الحاضنة العربية وابتعاد عن فلسطين. اليوم تعود الحاضنة العربية وتعيد الجزائر الحاضنة العربية إلى فلسطين وتعيد فلسطين إلى العرب يعني بهذه الصيغة، ثم تنتقل إلى عمل ميداني أو إلى خطوات عملية الجزائر بعد هذا الكلام بأن وضعت لجنة جزائرية وفلسطينية ثم عربية لضمان هذه المصالحة الفلسطينية وتنفيذها على أرض الواقع بموافقة عربية. ولما نقول موافقة العربية هذا الكلام مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه دائما كانت ما تفشل هذه المبادرات نتيجة الاختلافات العربية والهجومات العربية في داخل فلسطين عن طريق الأحزاب. صحيح. فبالتالي هو صحيح. لما نقول أن الجزائر قامت بإشراك الطرف العربي معناه هو ضمان، يعني هي آلية ومكنة ضامنة لتنفيذ بنود المصالحة وتعليم الجزائر اعلان مصالحة الجزائر للفلسطينيين. ثم انه في نقطة اخرى، انتقلت الجزائر بعد ما جمعت الاخوة العرب بعد واستدعت رئيس الهيئة المتحدة جوليتش وايضا رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس منظمة عدم الانحياز، المفوضية الافريقية، المؤتمر الاسلامي ايضا المؤتمر الاسلامي، كل هذه اعطى ابعاد اخرى للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي وعلى المستوى الاقليمي. لان الجزائر كانت تريد ان تطرح نقطة مهمة جدا وقد طرحها في البيان الختامي، هو ان نذهب الى ان تاخذ فلسطين او تحصل على العضوية الكاملة في الامم المتحدة مستقلة، وان تتبنى اليات اخرى لدعم القضية الفلسطينية سواء على المستوى الدبلوماسي او حتى على مستوى الدعم المالي. نعم. كما سمعنا حتى في البيان الختامي. صحيح. هنيئا للجزائر مرة اخرى. وفعلا يعني ما هذه هي بلد الشهداء، هذه هي المبادئ النوفمبرية التي تربى عليها الجزائريون اليوم حقيقة ترفرس بل تنتزج في البيان الختامي للقمة العربية. الدكتور رائد ناجي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذا العدد من برنامج مدونون. ألقاكم إن شاء الله العدد القادم، وإلى اللقاء.